في التواجد و الإدلاء بأصواتهم حتى لا يكونوا من كاتمي الشهادة. قلنا بأنه من يحصل على مقابل لصوته فهي رشوة مقنعة كما يقال، وهي تدخل في نطاق قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي أن من يقدم الرشوة أيضا آثم، ومن يقبل الرشوة آثم، ومن يقدم الرشوة آثم أيضا.